باي. شكرا لك يا رشا. المكتبة الوطنية الجزائرية صرح ثقافي عمره قرنين من الزمن، يضم آلاف المخطوطات والمؤلفات النادرة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وأجزاء من القرآن الكريم تعود إلى القرن الثالث للهجرة، مكتوبة باللغات الثلاث العربية الفارسية وأيضا التركية. قرنان من الزمن، عمر مكتبة بسطت نفوذها الإبداعي على رفوف تكتنز أقدم مخطوط يعود تاريخه إلى القرن الثالث للهجرة. أجزاء من القرآن الكريم المكتوب بخطوط مغربية ومشرقية ومصحف فاخر ينسب إلى شريك بن عبد الله الشريفي يعد نموذجا من مصاحف القرن التاسع للهجرة، أفردت فيه الفاتحة على ظهر الصفحة الأولى بإطار مزخرف بالذهب. وهذه اتفاقية سلام أنهت أعوام حرب ضروس في أسكندنافيا في القرن السادس عشر للميلاد. المكتبة هي خزان الأمة، هي خزان التاريخ، هي حافظة ذاكرة مجتمع ومسيرة شعب. وهذه المنطقة كانت قبل 4 أو 5 قرون مفتوحة على بعض بلاد المغرب العربي الواسع، ونسعى حاليا إلى الاستفادة من أكثر من 30,000 مخطوط. 4,000 مخطوط عربي فارسي وتركي يعود إلى القرن 11 و12 للميلاد، و40,000 وثيقة تستحضر تاريخ حضارات شمال إفريقيا في الجغرافيا، الاقتصاد، القانون، الأدب، الفنون والطب. تعاقب على تمحيصها وتنقيحها المئات من الفلاسفة والأدباء والمفكرين العرب، كانت المكتبة الجزائرية منهل بحوثهم ودراساتهم. رفيق بخوش، NBC، الجزائر.